قواعد لغوية. الجملة العربية، الجملة الاسمية. الجملة الاسمية تتركب من مبتدأ وخبر. أنا مسلم. أنا مبتدأ، مسلم خبر. هي مسلمة. هي مبتدأ، مسلمة خبر. بلال طالب. بلال مبتدأ، طالب خبر. مريم طالبة. مريم مبتدأ، طالبة خبر. الطبيب يفحص المريض. الطبيب مبتدأ، يفحص المريض خبر. الأم تطبخ الطعام. الأم مبتدأ، تطبخ الطعام خبر. أحمد كتابه جديد. أحمد مبتدأ، كتابه جديد خبر. خديجة بيتها كبير. خديجة مبتدأ، بيتها كبير خبر. الله في السماء. اسم الله مبتدأ، في السماء خبر. المصحف فوق المكتب. المصحف مبتدأ، فوق خبر. المكتب مضاف إليه. طالب جديد ليس جملة. الطالب جديد جملة. طالبة تكتب ليس جملة. الطالبة تكتب جملة. كتاب في الحقيبة ليس جملة. الكتاب في الحقيبة جملة.